أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، نبدأها بأبرز العناوين. الأمن يصد هجوما لمسلحين في عدن وتظاهرات احتجاجية على انقطاع الكهرباء في المدينة. الوفد الحكومي في المشاورات يسلم خطته للمرحلة المقبلة، والمبعوث الأممي يؤكد أن الأعمال القتالية غير مقبولة. أسر الصحفيين المختطفين تواصل احتجاجاتها، ومنظمات دولية تقول إن حرية الصحافة تشهد وضعا كارثيا. أهلا بكم. سقط قتيل وجرح آخرون جراء محاولة مسلحين اقتحام مقر أمني في مدينة عدن. وقالت مصادر محلية إن مسلحين هاجموا مقر إدارة البحث الجنائي في محاولة للإفراج عن سجناء، ما تسبب بحدوث اشتباكات. أكدت المصادر أن تعزيزات أمنية وصلت وتمكنت من احتواء الموقف وطرد المسلحين بعد سقوط قتيل وإصابة آخرين من الجانبين. إلى ذلك، شهدت مدينة عدن احتجاجات رافقتها أعمال عنف على خلفية انقطاع التيار الكهربائي في المدينة. وقال شهود عيان إن العشرات من أبناء المحافظة خرجوا في تظاهرات احتجاجية بعدد من المديريات وأحرقوا 3 سيارات تابعة لمؤسسة الكهرباء، فيما تعرضت سيارات مواطنين للأضرار. ناشد مدير الصحة في عدن الدكتور الخضر الأصور الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة ووزير الصحة بالتدخل المباشر لتدارك الوضع المتدهور نتيجة توقف الخدمات الصحية في المدينة. وحذر الأصور في تصريح صحفي من توقف عمل المستشفيات والمرافق الصحية كليا مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وانعدام مادة الديزل. وقال إن عدم تزويد المرافق الصحية بمادة الأكسجين سيؤدي إلى إغلاقها وحدوث وفيات بينهم حالات في العناية المركزة. في العمليات الجراحية وهي منطقة البساء. من جانبه، قال مدير مستشفى الجمهورية في عدن الدكتور علي عبد الله إن المستشفى توقف كليا نتيجة انقطاع الكهرباء وانعدام مادة الديزل. وأوضح مدير المستشفى في تصريح لقناة بلقيس إن جميع أقسام المستشفى توقفت بفعل الانقطاع التام للكهرباء بما فيها قسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة. بينما كانت تتحدث المعلومات عن وصول شحنة قطع غيار للمحطة الكهربائية إلى ميناء العاصمة، كانت أغلب مرافقها الصحية ومنشآتها الخدمية تغرق في ظلام دامس. المكان مستشفى الجمهورية، الزمن منتصف الليل كما توضح هذه المشاهد، الذي لا يحتاج الوضع القائم فيها إلى مزيد من تقديم الدلائل والبراهين أو إلى تلخيص بطاقة تعريف أكثر من هذه الحالة التي وصلت إليها المرافق الخدمية في المدينة. فيكفي أحياناً إن أردت أن تتعرف إلى حالة مدينة ما أن تزور مرافقها الصحية، وعدن خير دليلنا اليوم عن الشروخ التي يطال وجه البلد العاصمة المؤقتة. تردي الخدمات آخرها انقطاع التيار الكهربائي الذي يمس كافة جوانب حياة الناس اليومية. أحياناً تكون مضطراً لتقديم الواقع وإن كان أسوداً مطموس المعالم إلا من بعض الأصوات ومحاولة مواصلة العمل في أسوأ الظروف والأحوال. السلام عليكم. هنا قسم الجراحة، وفي الجهة المقابلة غرفة العمليات. أما الطوارئ ففي آخر الممر، لا شيء يمكن تلخيصه أبعد من هذه إلا توزيع المرضى المضطرين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت أي ظرف، ولو على أضواء أجهزة التليفونات وتحسس الحالات القادمة للعلاج. لكن يبقى السؤال، هل تصل هذه المشاهد إلى السلطة المحلية بما فيها الحكومة الشرعية المعنية بكل هذه الأمور؟ إذ أثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر وغير مباشر على حياة سكان مدينة عدن وضواحيها، لتظل الجهات الرسمية تتبادل الاتهامات حول من يقف وراء هذه الحالة ويغرق الظلام المدينة. يمكن إذن التعايش مع الظلام، لكن ماذا لو كان داخل مرافق صحية وعلاجية كما يحدث الآن هنا في المستشفى في العاصمة عدن، التي تكابد الخروج من هذه الحالة بأكثر من طريقة، لكنها كل مرة تستفحل أكثر وتسوء الأوضاع فيها بشكل لا يسر. فلا يمكن هنا أن تشعل شمعة، ولا يمكن أيضا أن تلعن الظلام، فلا المكان يستوعب مثل هذه الحالات، ولا التخلي عنها يوفر فرصة المغادرة إلى مكان أفضل.
لمزيد من تسليط الضوء حول الأوضاع في عدن ينضم إلينا من هناك مراسلنا آدم الحسامي. آدم، احتجاجات وقبل ذلك انقطاع في التيار الكهربائي في عدن، صف لنا أكثر المشهد اليوم هناك. في ليلة البارحة الانقطاع التيار كان بشكل مستمر تقريبا ساعة إلى ساعتين، خلال نصف يوم تشتغل الكهرباء بتوزيعها على أحياء المدينة. الصباح اليوم أيضا رافق انقطاع الكهرباء أزمة في مشتقات البترول، المواصلات غالبا شبه منقطعة. الاحتجاجات أيضا كانت بالقرب من جامعة عدن في مدينة الشعب، الطلاب أضربوا عن الدراسة في الكليات الموجودة في مدينة الشعب، والمظاهرات التي أشعلوا فيها الإطارات، وتم إحراق سيارتين تابعتين لمؤسسة العامة للكهرباء في أمام محطة الحسوة أو المنطقة. من قبل من آدم؟ محتجون شباب، لا ندري من الذي قام بعملية إحراق سيارة المؤسسة العامة، لكن طابع الاحتجاج كان احتجاج شعبي بشباب غاضبون. بينما في مديرية هور مكسر اعتقلت السلطات بعض الذين تظاهروا، وحدثت الاشتباكات إثر ذلك عندما أقدم المسلحون على محاولة إخراج هؤلاء المحتجزون في مبنى سجن إدارة البحث الجنائي. نعم، طيب هل من بوادر لانفراج الأزمة الخاصة بالتيار الكهربائي في عدن بحسب الأخبار المتواترة في عدن؟ الوعود تتسالى، وبينما من قبل الحكومة لا وجود لتسوية مع الشركة التي المختصة بتوريد النفط، إلى الآن لا وجود لأي تصريح أو من الحكومة أو من السلطة المحلية لانفراج الخلاف القائم بين شركة النفط ومصافي عدن وبين الشركة المستوردة للوقود. هناك خلافات حول مديونيات للشركة كما يدعي أطراف من الشركة المستوردة للنفط، بينما شركة النفط ومصافي عدن يصرح مسؤولوها أنهم دفعوا قيمة الوقود وأن السفن محتجزة لأسباب غير معروفة. نعم، إذن مراسل قناة بلقيس من عدن آدم الحسامي كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. سياسيا، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن ما وصفه بشد الحبل السياسي في مشاورات السلام في الكويت سيزيد الوضع تعقيدا. وأضاف ولد الشيخ أحمد إن إصرار كل طرف على موقفه يؤدي إلى الانسداد في الملفات السياسية والأمنية بالمشاورات التي اقتربت من إنهاء أسبوعها السادس. أكد ولد الشيخ أن استقرار الوضع الأمني هو مطلب جوهري لليمنيين، وأن الانتهاكات الخاصة لوقف الأعمال القتالية غير مقبولة. إلى ذلك، سلم الوفد الحكومي في المشاورات للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عرضا لتصوره للمرحلة المقبلة على الصعيدين الأمني والسياسي. وتنص الخطة المقدمة من الوفد الحكومي بشأن الترتيبات الأمنية والعسكرية على إنشاء لجنة عسكرية وأمنية ولجان فرعية في المحافظات. كما حددت الخطة النطاق الزمني لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وفق الخطة الزمنية للانسحاب وتسليم السلاح. وستتكون اللجنة العسكرية من ذوي الخبرة ممن لم يشاركوا في عملية الانقلاب ولم يرتكبوا أي انتهاكات لحقوق الإنسان. واللجنة المقترحة ستشرف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، كما ستشرف على تأمين خروج المسلحين إلى مناطقهم بعد تسليمهم للسلاح. وستتولى اللجنة مهامها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية من أجل تأمين جميع المنشآت الحيوية والنقاط الأمنية والمقرات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة. ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على مواقعها بمحيط السجن المركزي في مدينة تعز. وقالت المصادر إن الميليشيا شنت هجمات أيضا على منطقة ميلاد في جبهة الضباب غربي المدينة. إلى ذلك، واصل الحوثيون وقوات المخلوع قصفهم المدفعي على الأحياء السكنية من مواقع تمركزهم في تبة سوفيتيل والسلال وقاعدة طارق الجوية بمطار تعز الدولي.
إلى شبوة، حيث تتواصل المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة في مناطق عدة في بيحان وعسيلان. إلى ذلك قال قائد اللواء 21 ميكا العميد الركن جحد الحنش إن الجيش الوطني والمقاومة باتا يحاصران أهم معاقل الميليشيا في جبهة الصفراء شرقية عسيلان. أضاف أن المواجهات مستمرة بعد إصرار الحوثيين والقوات الموالية لهم على الاستمرار في خرق الهدنة التي يشرف عليها المجتمع الدولي. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة له، تقوم بأعمال قتالية في منذ يوم أمس لدحر الميليشيات الانقلابية، وإن شاء الله تعالى ستسمعون الجديد من الانتصارات إن شاء الله تعالى. وفي السياق ذاته، حصلت قناة بلقيس على مقاطع فيديو توثق لحظة سقوط قذائف الميليشيا على منشأة في مدينة عسيلان غربية محافظة شبوة. أظهرت المقاطع التي سجلتها كاميرات مراقبة سقوط القذائف على مدرسة للفتيات وأخرى على محطة وقود في عسيلان. وتوثق المقاطع خروقات الميليشيا التي ترتكبها في المحافظة بالرغم من سريان الهدنة المعلن عنها في أبريل الماضي واتفاق وقف إطلاق النار. إلى مأرب، حيث قتل 7 من قوات الجيش والمقاومة وأصيب نحو 10 آخرين في خروقات مستمرة لميليشيا الحوثي والمخلوع. قال مصدر عسكري إن الميليشيا استهدفت مواقع الجيش والمقاومة في صرواح برصاص القناصة وقذائف الهاون، ما تسبب بمقتل 7 وإصابة نحو 10 آخرين. أضاف المصدر أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران وتقدمت في بعض المواقع. على صعيد متصل، قالت لجنة المراقبة والرصد التابعة للجيش الوطني إنها سجلت 137 اختراقا من قبل الميليشيا خلال 24 ساعة الماضية في 6 محافظات، أسفرت عن سقوط ضحايا. لمزيد من تسليط الضوء حول مستجدات الأوضاع في شبوة، ينضم إلينا من هناك سالم صال المتحدث باسم السلطة المحلية. مساء الخير أستاذ سالم. مساء النور. إذا ما حدثتنا أستاذ سالم عن ما هي آخر مستجدات المعارك بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني في عسيلان وبيحان وبقية المحافظات، بقية المناطق في محافظة شبوة؟ آخر المستجدات على ما يجري في بيحان من مواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، وذلك نتيجة يعني فضل حصار على مدينة بيحان من قبل الميليشيات ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية بعد انتشار مرض حمض الضنك في مدينة العلياء، حيث حاول الجيش الوطني والمقاومة فك الحصار عن المدينة، واستمرت المواجهات منذ أمس حتى صباح اليوم في عدة مواقع عسكرية. وقد حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ويعني تقدما في عدة جبهات، من ضمنها يعني جبهة الصفراء تم اليوم حرق مجموعة من لوطكم للحوثيين وأسر مجموعة من جيالات الحوثي يعني في بعض المواقع، واستمرت المعارك منذ الساعة 12 مساء أمس إلى صباح اليوم. نعم. هل لديكم أستاذ سالم أي إحصائيات بخصوص عدد القتلى من الجيش الوطني والمقاومة؟ نعم، بالنسبة لموضوع الجيش الوطني والمقاومة يعني يقدر عدد الذين استشهدوا
أنا 15 أني شهيد منذ أني بدأ المعركة من أول أمس إلى يومنا هذا. وبالنسبة للميليشيات الحوثية يعني يقدر عليهم يعني أكثر من 40 قتيل أو 50 في الحدود الذي قتلوا وصولوا إلى المستشفيات بيحان من الميليشيات الحوثي، وتم أثر أكثر من 30 حوثي. نعم، طيب ما صحة الأنباء التي تتحدث عن وصول تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي والمخلوع إلى منطقة السليم العسكرية؟ نعم، جهد يوم أمس يعني تحرك مجموعة من لطقم من محافظة البيضاء إلى مدينة بيحان لتعزيز مواقعهم التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني بمحاولة استعارة تلك المواقع. وقد جهدت يعني مجموعة من لطقم والأفراد والأتات وصل إلى مدينة بيحان مساء أمس. نعم، إذا أفهم منك أستاذ سالم أن المعركة ستستمر إلى حين تحرير مديريتي عسيلان وبيحان من قبل قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع. نعم، في إصرار وفي عزيمة عالية لدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للإصرار على فك الحصار على مدينة بيحان التي تحاصر من قبل الميليشيات، ما أدى إلى انتشار الأمراض والوبئة في تلك المدينة. نعم، ولا زالت المعنويات عالية في وساط الجيش الوطني والمقاومة في ظل نقص الإمدادات التي توصل إليهم أيضا والإمكانيات التي يمتلكها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. سالم صائل المتحدث باسم السلطة المحلية في شبوة كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. اليمن تشارك لأول مرة في معرض البندقية للعمارة في إيطاليا. الأمن يصد هجوما لمسلحين في عدن وتظاهرات احتجاجية على انقطاع الكهرباء في المدينة. الوفد الحكومي في المشاورات يسلم خطته للمرحلة المقبلة. المبعوث الأممي يؤكد أن الأعمال القتالية غير مقبولة. أسر الصحفيين المختطفين تواصل احتجاجاتها ومنظمات دولية تقول أن حرية الصحافة تشهد وضعا كارثيا. أهلا بكم من جديد. نفذت رابطة أمهات المختطفين وهيئة الدفاع عن المعتقلين وقفة احتجاجية في صنعاء للمطالبة بإطلاق سراح كافة المختطفين لدى الميليشيا. رفعت عشرات النساء أمام مكتب النائب العام لافتات تدعو المنظمات الدولية للضغط على الميليشيا من أجل إطلاق سراح المختطفين. هذا ونفذت متظاهرات يوم أمس وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الأمن السياسي وسجن هبرة للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين العشرة المختطفين لدى الميليشيا منذ أشهر. وفي سياق متصل دعا الاتحاد الدولي للصحفيين مبعوث الأمم المتحدة في اليمن للتدخل من أجل الإفراج الفوري عن الصحفيين العشرة المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي بعد تدهور صحتهم وتعرضهم للتعذيب. وأعلن الاتحاد في بيان له مساندته للصحفيين ولنقابة الصحفيين اليمنيين في ظل الظروف التي يواجهونها وخاصة المعتقلين. لذلك حث رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ألا تنسى الصحفيين في سجون الميليشيا. على الصعيد ذاته، استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود إقدام الحوثيين على نقل عشرة صحفيين معتقلين إلى جهة مجهولة ودعت إلى سرعة إطلاق سراحهم. وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة ألكسندر خازن إن منظمة تدين الوضع الكارثي الذي تشهده حرية الصحافة في اليمن. أضافت الخازن أنه بات من المستحيل على الصحفيين تغطية هذه الحرب دون المخاطرة بحياتهم. وأدانت المنظمة مقتل الصحفي عبد الله عزيزان خلال تغطيته للمعارك في محافظة شبوة برصاص قناصر حوثي. وبحسب بلا حدود فاليمن يقبع في المرتبة 70 بعد 100 من أصل 180 بلدا على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام. شدد مركز الأرصاد الجوية تحذيره من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية. وقال بيان للمركز إن الأجواء ستكون مشمسة وشديدة الحرارة على المناطق الصحراوية بدرجات حرارة عظمى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية، فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على معظم المناطق الساحلية مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى التي قد تصل إلى 39 درجة مئوية.
وتوقع المركز أن يكون الطقس حارا نسبيا على المرتفعات الجبلية، مع احتمال تكون السحب الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية في فترتي الظهيرة والمساء. في صنعاء عبر طلاب ومدرسو في ثانوية الكويت عن تضامنهم مع المواطنين الذين يعانون من موجة الحر في ظل انقطاع التيار الكهربائي. تجرد الطلاب جزئيا من زيهم المدرسي تعبيرا عن تضامنهم مع طلبة المدارس في محافظة الحديدة ومعاناتهم بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، داعيا إياهم لعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. وفي الحديدة يعاني سكان المحافظة من استمرار الانقطاعات الكهربائية المتكررة، خصوصا مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. التقرير التالي والتفاصيل. يبدو مكانا جيدا للاختباء، اختباء من ماذا؟ من كل شيء ربما، خاصة من حرارة الشمس التي بلغت حدا لا يطاق العيش فيه. فالحديدة اليوم أكثر قربا للشمس، أو هكذا تبدو لساكنيها. طرق عديدة يحاول بها الناس هنا التغلب على حرارة الشمس المرتفعة، ذلك برش الماء المعدوم أصلا على أجسادهم وأجسام أطفالهم الضعيفة لمقاومة الحرارة، أو بالتمدد خارج منازلهم دون سقف يزيد من حرارة الشمس المرتفعة حد الموت أحيانا، أو بطرق بدائية أخرى. فلا تهم الطريقة بهكذا ظروف وهكذا حرارة، كل ما يهم فقط هو التغلب على هذه الحرارة. فلا كهرباء تساعدهم على مقاومتها أو التخلص منها. انقطاعات متكررة بل شبه دائمة في المحافظة المنكوبة بانتشار الأمراض والمعاناة والحرب، بل الأكثر من هذا وذاك أنها محافظة منكوبة بالميليشيا، ففي مستشفياتها الأكثر حظا يكون من يبقى على قيد الحياة. أما مرافقو المرضى فيحرصون على تخفيف حرارة الجو بهكذا طرق تبدو بدائية، بينما تنتظر هذه المدينة المنكوبة المنهكة من المرض والألم والمعاناة دورها الطبيعي في العيش حياة كريمة بعيدة عن كل ما تعانيه اليوم. افتتح في مدينة البندقية بإيطاليا جناح اليمني تحت شعار الحفاظ على اليمن الجميل ضمن المعرض الدولي للعمارة 15 بمشاركة أكثر من 20 دولة. وتشارك اليمن في المعرض لأول مرة بهدف إظهار الوجه المشرق لليمن، ويضم صور الموروث الحضاري اليمني، ويستمر المعرض لمدة 6 أشهر ويحظى بحضور جماهيري كبير. وللتعليق ينضم إلينا منسق المعرض الخبير اليمني في إدارة التنمية الدولية دكتور موسى علاية. مساء الخير دكتور. مساء النور، مرحبا بكم أخي فاضل. أهلا بك دكتور، حدثنا أكثر كيف جاءت فكرة المشاركة بهذا الجناح في المعرض لأول مرة بحسب ما ورد. في البداية أشكركم لاستضافتي في هذا البرنامج والتعليق حول مشاركة اليمن في معرض الموروث الحضاري في البندقية. وقبل ذلك أريد أن أصحح معلومة، الدول المشاركة في المعرض قد تكون أكثر من 120 دولة يعني من دول العالم. الفكرة باختصار هي مبادرة شخصية من قبلي أنا شخصيا، وأيضا لدفينة خيبر من هولندا. كانت الموضوع أنه في شكل معين اليمن يعني دائما في الإعلام تكون ظاهرة بشكل تصل للصراعات وغيرها من الجوانب، وبالتالي كانت الفكرة كيف نظهر اليمن بوجهها الجميل للعالم بحيث يعني يكون هناك يعني لفت نظر للمستوى، أيضا إرسال رسائل إيجابية. تقصد دكتور؟ هي إظهار اليمن، يعني إظهار هي فرصة لإظهار الفن المعماري اليمني اللي يتميز بمختلف المحافظات اليمنية بنمط معماري متفرد عن العالم.
فأعتقد أنه يعني لفت العالم للموروث الحضاري والذي يجب على العالم مساعدتنا في الحفاظ عليه، خصوصا لما أن هذا المعرض من أهمية خاصة كونه يعرف في أحد أهم المدن الأوروبية المتخصصة في هذا الجانب. نعم. أعتقد كذلك أنه يزور هذا المعرض الكثير من الأشخاص، يعني قد يتفوق الرقم إلى ملايين. هو المعرض بدأ اليوم وسيستمر إلى 6 أشهر، أليس كذلك دكتور؟ المعرض فتح في يوم 27 من مايو وسيستمر 6 أشهر، أعتقد إلى تاريخ 21 نوفمبر من هذه السنة. نعم. طيب يعني كيف هي ردود الفعل الأولية حول الجناح اليمني الموجود، وهل يعني تلاحظ نجاح في إيصال الرسالة التي أردتم وصولها من خلال المشاركة بهذا المعرض؟ أعتقد يعني ردود الأفعال قوي جدا، وذلك كثير من الصحف العالم كتبت حول الموضوع هذا. النيويورك تايمز كتبت حول مشاركة اليمن، وكان لها يعني بسمة قوية في لفت النظر مشاركة اليمن في البينالي في البندقية، وكذلك كثير من الصحف العالمية الألمانية وصحف هولندية محلية كتبت حول الموضوع. فأعتقد أنه هناك يعني تعاطف قوي في اليمن، تعاطف حول كثير من القضايا اللي قضايا الصراع في اليمن، فكانت هذه فرصة كبيرة لكثير من الجهات والأشخاص للتعاطف في اليمن، وخصوصا للحفاظ على موروثها الحضاري. اليمن مخزن حضاري قوي جدا، لابد من الحفاظ عليه. نعم. كل الجوانب. إذا الخبير اليمني في شؤون التنمية دكتور موسى علاية كنت معنا عبر الهاتف من هولندا، شكرا جزيلا لك. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأمن يصد هجوما لمسلحين في عدن وتظاهرات احتجاجية على انقطاع الكهرباء في المدينة. الوفد الحكومي في المشاورات يسلم خطته للمرحلة المقبلة، والمبعوث الأممي يؤكد أن الأعمال القتالية غير مقبولة. أسر الصحفيين المختطفين تواصل احتجاجاتها، ومنظمات دولية تقول إن حرية الصحافة تشهد وضعا كارثيا. النشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.